معالي النقيب حضوره محافظة إينا النهاردة حدث عظيم بينتظروه كل المحامين إينا كلهم، والنهاردة إن شاء الله حيكون معظم محامين إينا حاضرين المؤتمر بتاع النقيب، لأنهم مشتاقين لسماع النقيب والتحاور مع معالي النقيب في الشأن النقابي وفي كل ما يخص المحامين وفي كل المستجدات التي تطرأ على الساحة في خلال تلك الفترة. معالي النقيب متواصل دائما مع النقابات، وهناك حلقة وصل بين النقابات، بين عضو العامة وبين النقابات الفرعية، أعضاء الفرعيات باستمرار على تواصل تام مع معالي النقيب من خلال تواجدهم أثناء زياراتهم نقابة مصر، متواجدين دائما مع النقيب ومتواصلين معه وبيعرضوا كل المشكلات وكل ما يطرأ من مشكلات، والنقيب دائما بيسارع بحل معظم تلك المشكلات. هو يعني في البداية هي فرصة طيبة طبعا ومناسبة جيدة تماما أن يشوفنا معالي النقيب، خصوصا أن يعني نقابة المحامين بقنا من النقابات اللي بتعشق النقيب، وهو لا يتأخر أو لا يتوانى عنا في أي مطالب، لكن جماهير المحامين تحب أن تسمع وتناقش وتحلل معه، ولهم كثير من الأسئلة المطروحة على الساحة النقابية حاليا يحبون أن يستمعوا إلى النقيب في حديثه معهم، ولذلك كان قدومه قدوم مطلب لجميع محامي محافظة قنا تقريبا، على أساس هذا اللقاء هو لقاء طيب إن شاء الله ومفيد، وإحنا في انتظار كلمة السيد النقيب. سيما أن هناك أحداث كثيرة جثام بالنسبة لنقابة المحامين، منها صدور قانون المحاماة الجديد، منها التعديلات التي طرأت، منها أشياء كثيرة يحب المحامين أن يستمعوا إلى السيد النقيب فيها. النهاردة طبعا عرس لمحافظة قنا والمحامين أبناء قنا، بتواجد السيد النقيب سامي عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لعقد مؤتمر عام للمحامين على مستوى محافظة قنا، ونتشرف به وبحضوره وبحضور الضيوف الكرام معاه من السادة أعضاء مجلس النقابة. طبعا كلنا على أمل إن شاء الله في بعد الازدهار اللي ظهر في النقابة العامة من مشروع العلاج، من مشروع الإسكان، من التطوير في الخدمات، من زيادة المعاش. يعني أنا النهاردة سعيد جدا بحضور سيادة النقيب العام لإنا في مؤتمر راقي ومحترم، باعتبار أن إنا بتأيد قرارات النقابة العامة وبتأيد قرارات التنقية والتعليم المفتوح، ونفسنا في حوار جميل مع سيد النقيب على أساس نستمتع بسعادته ونسمع منه وننشر ما توصلت إليه نقابتنا على مستوى سادة محامي قنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم مجلس نقابة محامين قنا نقيبا وأعضاء، باسم محامين ومحاميات قنا، نرحب السيد النقيب الأستاذ سامي عاشور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، نرحب مجلس نقابة المحامين، نرحب بضيوف قنا الكرام اللي أتوا من كل مكان. إني أرى يعني أن سيادة النقيب في مؤتمراته العامة لابد أن يتلاحم مع السادة المحامين، لابد أن نتلاحم مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين. نشكر مجلس نقابة المحامين العامة لدعمهم لنقابة محامين قنا، نشكر السيد النقيب لدعمه كامل لنقابة محامين قنا ومحاميات ومحامين قنا. النقيب العام في المؤتمرات اللي يطلع فيها في جميع المحافظات ده كان من برنامج الانتخابي من أول دورات اللي هو كان فيها، كان لابد أن يتلاحم مع السادة المحامين، يعرض وجهة نظره ليهم، المحامين نفسهم يعرضوا ما هي المشاكل اللي تعرضونها كل يوم. بداية بنرحب بالسيد النقيب العام أستاذ سامي عاشور، أهلا ومرحب به وبالوفد المرافق معاه. إن شاء الله نتمنى أن المؤتمر يؤدي الغرض المنشود منه، وهي مناقشة مشاكل المحامين، وإن شاء الله بنتمنى للجميع التوفيق، وأهلا وسهلا بكم في قنا. هو أصلا النقيب العام يعني تواصلاته مستمرة معنا، ما هيش المؤتمر ده بس، وهو كل فترة بيعمل المؤتمرات دي لبحث مشكلات المحامين واحتياجاتهم، وخصوصا احنا مشكلتنا كثيرة واحتياجاتنا كثيرة.